هذا البرنامج برعاية سيما السعودية للمعلومات الائتمانية. مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في حساب شخصي. هذه حلقة تتكلم عن التخصص المالي، كيف تختار في توجهك في مستقبلك. ضيفي في هذه الحلقة الأستاذة منى أبو سليمان، وهي عضو مجلس الإدارة أول موقع لتوظيف المرأة جلو وورك، وأيضا الأستاذ بندر بن عبد العزيز الضبعان، وهو كاتب صحفي ومستشار في إدارة الموارد البشرية. قبل أن نبدأ الحوار نتابع هذه التجربة الشخصية. تخصصت في كلية الاقتصاد والإدارة، ودخلت مسار التمويل والاستثمار في كلية الملك جامعة الملك عبد العزيز بجدة. اختياري للتخصص لم يكن بمحض صدفة، أو لم يكن بتوجيه من الوالدين كما كان معتاد. طبعا هناك صعوبات، ما كان عندنا مجال كبير للتطبيق. الآن الحمد لله الجامعة وفرت قاعات تداول افتراضية. أول ما تخرجت من الثانوية كان في بالي أكون مهندس أو دكتور، وكان معدل يسمح أني أدخل في هذه التخصصات، لكن كان والدي عنده بزنس، فكنت فاشتركت مع الوالد خصوص أني أساعده في إدارة العمل. الانهيار السوق ومرحلة الدراسية في تلك المرحلة يعني من السوق كان محفز لي أني أدرس. كان كلام الناس عن السوق، عن الاستثمارات، عن فهذا كان محفز لي، بالإضافة إلى إدراكي لأهمية الاستثمار بشكل رئيسي. يعني الحمد لله فضل من الله مجموعة من الدكاترة كانوا صحيح يحذرون أنه التخصص هذا صعب، يحتاج دقة ويحتاج خبرة. كان هنالك نادي في الجامعة يسمى نادي التمويل والاستثمار. نادي التمويل والاستثمار ساعد كثيرا في صقل المواهب، كانوا دائما يحضرون ويعملون شيء من كدورات افتراضية ودورات فعلية. تخصص التمويل والاستثمار من أنجح التخصصات ولها مستقبل كبير جدا. يعني ممكن أقول لك يعني إذا ما أفدت شركتك أنت نفسك راح تستفيد. تمويل الاستثمار أو تخصص الاستثمار تخصص حساس جدا، تخصص دقيق، يتطلب الحذر والدراسة والتأكد قبل اتخاذ أي قرار. هذا كان نوع من التحدي بالنسبة لي، وهذا يعني شجعني أكثر على حبي لهذا التخصص. أضف إلى ذلك يعني كان يعني نوع برضو من المحفز لي، كنت دائما من خلال اطلاعي للأخبار والنشرات الاقتصادية، فظهر تقرير عن أعلى الدخول أو الرواتب في أمريكا، فكان من ضمن أعلى 3 مهن اللي هم مدراء الصناديق أو مستشارين الماليين بشكل عام. مرحبا بكم من جديد في حساب شخصي. أستاذ بندر، الآن تكلمنا عن مقومات الموجودة وقطعتك أنا قبل الفاصل، تفضل. نعم، الحقيقة يعني قبل أن يعني ندخل في مسألة البحث عن فرص وظيفية للمرأة خاصة في مجتمع مثل المجتمع السعودي، لابد أن نؤسس لمقومات عمل المرأة. لعمل المرأة تحارب البطالة، هي ليست المشكلة أيضا متعلقة في الشركات وفرص العمل، المشكلة في وسائل النقل، المشكلة في نظرة بعض الشركات للمرأة المتزوجة أو حتى المرأة اللي عندها أطفال. واحدة من الدراسات اللي أجرت في السوق السعودي للأسف تكشف عن نوع من العنصرية الدفينة تجاه المرأة المتزوجة أو المرأة التي لديها تمييز بدل عنصرية. تمييز. وهذا شيء مؤسف الحقيقة. يعني هي المسألة أيضا المرأة لها حقوق يعني قبل أن تطالبها بواجبات. نقطة أخرى أيضا نظرة المجتمع لعمل المرأة. دائما نحن نفكر إذا أردنا أن نفكر أو بطرح حلول لعمل المرأة، العمل عن بعد، العمل من المنزل، فنحاول نعطيها فرصة عمل بس نحط حواجز أمامها نسترها وما نعطيها المجال أنها تخرج إلى 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 سوق العمل وتكتسب تجارب باحتكاكها مع زميلاتها أو باحتكاكها مع المجتمع اللي حولها. هذه النقطة. النقطة الثانية أيضا في فترة من الفترات يعني الجامعات السعودية كل تركيزها على التخصصات النظرية بالنسبة للمرأة، وكأنه زي يعني ما تكلمنا قبل شوي إنه المرأة كأنها يعني نظرت نفسها أن تكون معلمة. أوكي. إلى فترة قريبة أوكي لم يتاح المجال لتخصصات إدارية في جامعاتنا السعودية إلا قبل يمكن 10 سنوات.
آخره كان القانون، بعد يعني سنوات وجدل يعني سطحي كان يدور في المجتمع، نسمح لها أنها تدرس قانون ولا ما نسمح لها ندرس قانون، بينما يعني لما تشوف هالقضايا اللي أعتبر أخلينا سطحية يعني طيب. مجتمعات أخرى تجاوزتها طيب. فهذه قد تكون إحدى طيب سيدة منى، أنت تجربتك عشان بدل التقرير خلينا ناخذ تجربتك أنت الشخصية، أنت تخصصك زي ما قلتي لي أدب إنجليزي صح؟ طيب ايش درستي وايش اشتغلتي؟ درست ادب انجليزي لانه هذا كان الشيء اللي انا مشغوفه فيه، احب الادب. لما بدات اشتغل درست، رحت على التدريس. ليش؟ اول شيء لانه التدريس مدرسه عامه عندنا، كنت اول شيء في نجد لمده واحد ترم، بعدين رحت الجامعه. رحت نجد عشان اعرف انا احب التدريس ولا لا، قلت اروح اخذ مكان احد في الجامعه، ما يصير. ما كنت ادري حروح الجامعه، اقعد سنتين على بند 115 حسبتها اروح، يقول واحده جاي من امريكا على طول يعينوني. هذا كلام من تقريبا 20 سنه. فدرست في الجامعه لمده تقريبا 7 سنين، لانه كنت ارجع الساعه 1 فاقدر اكون موجوده لاولادي، كانوا اولادي صغار في ذاك الوقت. فكثير من السيدات يحبوا العمل الحكومي لهذا السبب. بعد كده انا عشان كده بقول التعليم المستمر، دخلت في القطاع الخاص، دخلت في الميديا مع ام بي سي، دخلت في شركه المملكه القابضه كشركه خاصه، دخلت في المسؤوليه الاجتماعيه المؤسساتيه في مؤسسه الوليد بن طلال الخيريه. يعني تنقلت، وكل ما انقل من شيء لشيء اخذ دورات وأعلم نفسي، أقول أوكي أنا حابة في هذا الشيء، خلوني التعليم المستمر، مو أني دخلت رياضيات حصير مدرسة رياضيات، لا ممكن أستغل مواهبي في أشياء تانية. فبرضو هذه نظرة المجتمع أنه أنت اللي تدرسه تشتغل فيه غلط. لكن خلي يكون واضح شوي، ما يتاح لك قد لا يتاح لغيرك. بمعنى موجود الآن على الإنترنت كل شيء موجود، لا مو لازم تأخذ. أنا ما أقصد شيء ثاني، بمعنى أنه أنت مثلا تستطيع أن تتعلمين، تروحي تسافري تشتغلي إلى آخره، في ناس ما يستطيع. يعني خليني على مجتمعنا، ما ابغى افتح، يعني مش اقول لك واحده تكون درست ادب انجليزي لكن قررت انها تدخل بزنس، يعني تسوي بزنس لنفسها، يعني تاخذ دورات. هذا يجي التحدي شخصي، وكل واحد يستطيع من داخله يسوي شيء كثير. ارجع لاول شيء تكلمنا فيه في الحلقه، انه حب المعرفه التعليم. لما انت يكون عندك هذا الشغف، اي شيء تبغى تسويه حتقول اوكي انا ممكن اسويه، اي كان دو ات، اقدر اعمله، اتعلم كيف اسويه واسويه. احنا بنكمع هذه الاشياء. بس خليني ارجع لشيء كان بيتكلم عليه استاذ بندر، الرواتب. لما يكون راتبك 3000 ريال ولا 3000 ريال و500، بتدفعي للسواق ولا بتدفعي للتاكسي ولا بتدفعي للخدامه؟ يعني كمان لازم يكون في شويه مساعده. يعني الان في حافز كان لمده للابو العاطلين عن العمل، بعدين قالوا انه اصلا 3000 ريال على الاقل، لكن لازم يكون في دراسه تقول لنا ترى اذا انت بتعيشي في هذا المستوى أو هذا المستوى أو هذا المستوى، هذه هي احتياجاتك المعيشية. فأنت تعرفي ما تاخذي شغل ب 3000 ريال إذا أنت محتاجة 5. يعني كمان لازم يكون في موازنة ما بين الاحتياجات والرواتب. طيب سيد بندر، الآن أنت بحكم أنك في قياس الموارد البشرية، السعودي يقول لك أنه مو راعي شغل زين، لكن يبحث عن وظيفة مريحة في قطاع حكومي. هل الاتجاه الحكومي للوظائف والعمل هو الخيار اللي دائما سائد موجود في مجتمعنا؟ نعم. أنا كيف نغيره إلى أن يكون ما يكون مرتبط العمل بالعمل الحكومي اللي هو لا ينجز ولا يعمل ولا يعني مجرد أنه عمل بلا هدف في الحكومة، كأنك يعني بطالة مقنعة. كيف نغير هالفكر؟ أنا أعتقد أنه يعني هذا يعود إلى أمرين. إحنا عندنا أمان وظيفي وعندنا رضا وظيفي. كثير من الذين يعملون في القطاع الحكومي عندهم أمان، يشعرون بدرجة عالية من الأمان الوظيفي، مو مفصول لأنه مو مفصول أوكي، لكن لا يشعر برضا وظيفي. فتجدوه يعني يختلق أحيانا الأسباب أنه يعني لا يستمتع بوظيفته. على العكس، وهذا يمكن حالة فريدة في السوق، في سوق العمل السعودي، على العكس في القطاع الخاص لا تجد أمان وظيفي لأنك أنت على كف عفريت أوكي، أو هكذا يعني تصور البعض، لكن تتمتع برضا وظيفي عالي، إما بسبب التصاق الوظيفة يعني مهاراتك وقدراتك وميولك، أو لأنك أيضا يعني تحصل على الرواتب والمزايا التي تتناسب مع أدائك وجهودك. يعتمد أعتقد أنه يعني توجهات الفرد، يعني هل هي تنطلق من مسألة أمان وظيفي، ألتحق بوظيفة مدنية ولا أروح للعمل
العسكرية ولا كيف أغير الفكر؟ أنا ما جاوبتني. كيف أغير فكر هالناس أنهم يعملون في القطاع الخاص هو الأساس في العمل، هو مولد الفرص؟ أنا لابد من نقطة أساسية. النقطة الأساسية أنه يجب أن ندرك، وأنت أستاذ راشد يعني تدرك أكثر مني، يعني أنه القطاع العام في السعودية هو الذي يحرك الاقتصاد. اقتصاد ريعي. بالضبط. فمن المستحيل أن نغير هذه النظرة بدون ما نغير أيضا التوجه، أنه القطاع الخاص هو اللي درايف الإيكونومي في عندنا في البلد. طالما أنه القطاع العام لو تتوقف، يعني يتوقف القطاع العام عن يعني طرح المشروعات، مات القطاع الخاص. استاذ منى الان اسمح لي شيء، انه الجيل الجديد الان بروح انا مرات في جوجل، عملت ستارت اب ويكند، جده عملت ستارت اب ويكند، بروح اشوف الشباب. انا حاسه انه في جيل جديد طالع، يمكن جزء منه اللي رايح المدارس الخاصه او اللي اهلي عاشوا برا، او بس في جيل طالع، او في جيل طالع عنده افكار وعنده ثقه بنفسه وعنده اراده انه يغير وضعه ويخلق وظيفته. يعني فذيس از يعني تغيير كبير ما كنا نشوفه من 5 سنين. قد تكون الحاجة احسن معلم، اي الحاجة يمكن احسن معلم، وشايفين انه العمل الخاص اذا حتروح يمكن. طيب انت بتجربتك استاذ منى، انت بتجربتك القطاع الخاص تشوفين هو خلينا نقول مصدر الثروة، مصدر العمل، الثروة سواء مال، الثروة في العمل، الثروة في التعليم، الثروة في كل شيء. تشوف القطاع الخاص عشان نوجه الشباب انه ترى الحكومة انتظر الخدمة المدنية الله يحلها زين، لكن القطاع الخاص من تجربتك انت كيف تشوفيها؟ طبعا هو القطاع الخاص اهم، يعني وحتى مو بس الشركات الكبرى، واحنا عندنا الناس بيشتغلوا في الشركات الكبرى، لا هي الشركات الصغيرة والمتوسطة اللي هي بتوظف معظم الناس. فطبعا لابد انه في تغيير يصير، لكن لابد انه كمان الحكومة اظن عملوا هذا الشيء، انه يكون في شوية امان وظيفي، مو انه ما اقدر اني ارفض الشخص، لا انه لو ترفض في مرتب حينزل له عن طريق مكتب العاطلين. أيوة. لمدة مطروح. مثلا 7 شهور لما ألاقي شغل، فما أحس أنه لو تركت وظيفتي أو إن اترفت انتهت حياتي واتقلبت. في سويسرا مثلا لو اشتغلت وترفت لمدة 6 شهور تأخذ دورات وتدور على شغل وتأخذ 80% من مرتبك آخر مرتب أخذته. ليش؟ يقول لك 20% من المرتب اللي ما حتاخده هو اللي بتنفقه على العمل نفسه، النقل، اشياء زي كده. فيعني بيعطيك امان انك انت ما بتنتهي حياتك. ففي اشياء زي كده ممكن تصير تساعد القطاع الخاص انه يستقطب المهارات والاشخاص الجيدين ويستمر معهم. طيب استاذ بندر، نهم الشهادات اللي عندنا هذا الحين قاعد يصير الوهمية ولا الموهمية؟ كلها شهادات الدكتوراه الوهمية، واكتشفنا ما شاء الله أسامي كثيرة إلى آخره. ليش متعزز فكرة الشهادة أن هي تعتبر هي زي ما نقول جواز المرور لكل شيء عندنا، سواء برستيج سواء في ترقية إلى آخره؟ يعني أنا بوصل نقطة أن الشهادة مهما كانت عالية لا تعني لك شيء كثير من ناحية الأمان في حياتك العملية. نعم الحقيقة ولا لا؟ لا أكيد أيدك في هذه النقطة. هذا أيضا يرجع إلى مسألة عقليتنا العربية، المايندسيت. يعني إحنا عندنا نرى أن الشهادة هي مقياس للمعرفة، رغم أنه ما في علاقة بين الاثنين. كثير من الشباب، وأنا أعرف عندي يعني زملاء يعملوا في مجال تنمية الموارد البشرية ومدربين، أوكي، المتدربين يحرص على حضور في اليوم الأول ثم لا يتحمس في الأيام الباقية، يحرص فقط على الحصول على الشهادة. طيب البرنامج التدريبي هذا بكل ما يعني يدور فيه ما يحصل. في النهايه يبغى يرزها الشهادات ويحطها في السي في، اوكي اني عملت يعني اشتركت في عدد معين من البرامج التدريبيه. فنظرتنا ايضا للمعرفه انها اجتماعيه كثيره. بالضبط، يعني نظرتنا للمعرفه انها هي مجرد شهاده دون محتوى، والدليل فشل كثير من البرامج. يعني لما نتحدث عن المؤسسة العامة للتعليم التدريب الفني والتقني ونرى فداحة هذه المخرجات، يعني أنا أول مرة أشوف مؤسسة تخرج طلاب ومتدربين ثم يعاد تأهيلهم مرة ثانية. فهذا أنا ما يوجد في أي سوق عمل آخر تعيد تأهيله، معناته أنت الطالب الجامعي يتخرج من عندنا أستاذ بندر ما يفك حرفين بالإنجليزي. صح، بس مو لازم،
ليش مو لازم؟ لا مو لازم. حقول لك سوق العمل يحتاج. أنا دارس إنجليزي بس حقول لك شيء، لما أنت بتشتغل في وسط معظم الأشياء بتتم في السعودية، اللي في كثير من الناس ما يحتاج إنجليزي. في بعض المهام صح بتحتاج إذا أنت بتتواصل مع الخارج، هل هذا هيحدك في الأخير؟ أنا أتكلم، بس أنا قصدي إنك أنت إيش قلت؟ ما يحد، ما يفك إنجليزي. في مهارات أهم ما بتوصل له، وبنصرف إحنا مبالغ طائلة عشان يتعلم شوية أنا إنجليزي. أنا أتكلم عن المعرفة، أنت بتعلمني، إذا تعلمني اللغة، مو شرط عشان أتوظف، لكن كمعرفة لي أني أتعلم لغة. يعني أنا لاحظ، ما أبغى أقدر أسمي، أنا في دول أقل، الأردن أنت قلتي لي يمكن مثال، بس الأردن من أحسن الدول في العالم في التعليم. طيب كم تنفق مقارنة بالمملكة؟ أنت تعرفي ما في أحد ينفق زينا في أشياء كثيرة. بس تكلمت عن المعاهد التقنية والفنية، في دول في أوروبا إذا تبغى تصير نادل، تبغى تصير حلاق، تبغى تكون إنسان يعني أي عمل، لابد تدخل معهد لهذا العمل، مو أنك تصير كده ويتر، لا. فالمعاهد التقنية والفنية إحنا ما عندنا كفاية منهم في كل الأعمال المفروض تكون لتأهيل الأشخاص، فعندنا نقص فيها، إحنا بنحطهم في بعض الأشياء. أنا بفهم من كلامك أنه إحنا ما عندنا اهتمام كبير في التدريب زي ما هو في اهتمام عندنا في الشهادات الجامعية. أيوة، لأنه الشهادة الجامعية، والأستاذ بندر تفضل قال هذا هو المقياس الوحيد أنه بتعرف الإنسان كويس ولا لا. إحنا ما عندنا القدرة أن نميز بين الشخص الممتاز ولا لا، إلا أنه أو اتخرج من الجامعة الفلانية، أخذ الدكتوراه. عندنا الدكتوراه فيها هوس. هقول لك حكاية، أول ما جيت للسعودية كان عمري 24 سنة، أنا عايشة برا في ماليزيا وفي أمريكا معظم حياتي. فدخلت جامعة ما حقول فين، في جدة. أول يوم كم جامعة في جدة؟ ما في إلا واحدة. جامعة سمعت إنه دكتورين مسكوا وضربوا بعض بالشباشب. أنا رجعت كلمت بابا، بابا كان في أمريكا في ذاك الوقت، الوالد، قلت له بابا كيف دكاترة؟ قال لي لا، لأنه إحنا مفهوم الدكتوراه في رقي وتعليم، هنا لا، هي فقط شهادة عشان أثبت. يمكن حتى يعني مرات ما كنا نعرف على الشهادات الوهمية بذاك الوقت، إنه أخذها بأي طريقة بس عشان أقدر أحصل على وظيفة. ففي أشياء كثيرة حول الشهادة ما بتتم. وبعدين أصبح إنك أنت تصير عندك شهادة جامعية ما عندك برستيج. إذا أنت بتشتغل في شيء تقني أو فني أنت ما عندك برستيج في المجتمع، ما حد حيتزوجك، لأنه طبعا الرواتب كانت أيام زمان تعتبر على ندلي، إيش البنغلاديشي هياخد أنت هتاخد زيه، وهذا الدولة الوحيدة في العالم اللي بيصير فيها هذا الشيء. الآن مع تغييرات وزارة العمل وأنه نرفع من المرتبات ونساعد الشباب يدخلوا في هذه الأعمال التقنية حيتغير المجتمع، بس طيب. حيكون 20 سنة. تؤمن أستاذ بندر أنه التعليم هو مقياس يعني نقول الثراء للدخل المادي؟ طبعا التعليم ترى في عندنا رجال أعمال ما يلا يكون الحرف انتبه. لا هذه يعني يعني ما احترامنا الكبير لهم، طبعا في ظروف معينة أيضا خدمتهم يعني، ولكن الآن التعليم ومستوى التعليم ونوعيته يحكم طبيعة وظيفتك، وبالتالي طبيعة وظيفتك أيضا تحكم مسألة الدخل. يعني أنا ودي أطرح مثال بسيط، يعني عندما نقارن مع كوريا الجنوبية، كوريا الجنوبية بس قبل 20 سنة كانوا عمال يجون من كوريا الجنوبية في مشروعات وزارة البرق والبريد والهاتف الله يذكرها بالخير، ف يعني زيهم زي أي جنسية أخرى من الجنسية الآسيوية. الآن هل تجد عامل كوري يأتي إلى السعودية ليعمل في أعمار حفر وشقة يعني كيابل؟ كوريا عملت ثورة شاملة على نظامها التعليمي لما توجهت إلى الاقتصاد المعرفي، وفعلا ركزت من 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 نقطة يعني كانت في الحضيض. يعني كوريا الجنوبية يعني قد نذهل أنه في أيام الملك فيصل الله يرحمه السعودية تبرعت بتعبيد طرق الكوريا الجنوبية، يعني أعتقد في لأنه في يعني هذا شيء مهم جدا. لما كنت بشتغل في الأمم المتحدة كوريا ومكسيك في نفس الوقت قرروا أنهم يسووا ثورة في التعليم. مكسيك قررت أنها تنتبه على الجامعة وسوت تغييرات كبيرة، وكوريا الجنوبية قررت أنها تهتم بالابتدائي بالمرحلة الابتدائية. شوف فين المكسيك الآن وفين كوريا. طيب أنا بسألك سؤال أخير قبل ما أختم الحلقة، باقي دقيقة. أنت عشتي في ماليزيا ولك يمكن خبرة فيها كبيرة، مهاتير محمد زي ما قلت في كتابه ركز على عشان ينهض بماليزيا بالتعليم وعلى الأرياف اللي خارج المدن، وجد أنه في المدن هذولا صعب يغير، فاتجه إلى التكنولوجيا وتعليم اللغة الإنجليزية، لأنه كانوا محمية بريطانية فكان لازم يتعلموا إنجليزي عشان يقدر أنهم يعيشوا.
القصد أن النهضة التنموية الاقتصادية تقوم على التكنولوجيا وعلى التعليم. صح. صح. أستاذ بندر. أنا أتفق معكم، لا يمكن لأي نهضة مهما صرفنا من أموال ودائما إحنا نركز على عامل الصرف، كم صرفنا وكم أنفقنا، لا يمكن أن ننهض دون نقلة نوعية في التعليم والتدريب. طيب أستاذ منى، نصيحتك للشباب من الجنسين اللي بيدخلوا جامعة أو في الجامعات علشان نقول يحصلوا على فرص ممتازة عادلة مناسبة ملائمة لهم، إيش رأيك أنت؟ إيش نصيحتك؟ نصيحتي للشباب إنه أول شيء يعرف هم مشغوفين بإيش، إيش الشيء اللي حقيقة يحبوا، يمكن مو اللي بيدرسوا، يمكن مو الشيء اللي يبغى أهله، بس لما تعرف أنت مشغوف بإيش تفكر في 7 نقاط في حياتك أنت كنت مستمتع فيها بالعمل بشيء ما، إيش هي هذه النقاط، وتبدأ تفكر كيف أقدر أحصل على وظيفة تساعدني على الرجوع لهذا الإحساس، حينجح. وأنت أستاذ بندر إيش تنصحهم؟ أنا أنصح الشباب والفتيات أصنعوا مستقبلكم ولا تتركوا لأحد أن يصنعه عنكم. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، أيضا شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.